السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا من جديد بخوتي وخواتاتي والأميمات والآباء وبكل من جات عينو على قناة سحر الطبيعة. كنقول لهم مرحبا وألف ألف مرحبا عند بنتكم وعند أختكم. يوم جديد وفيديو جديد، توحشتكم بزاف، غبرت عليكم هاد اليومين، سمحوا لي غير لظروف معينة. نشكر بزاف الأخوات اللي سولوا عليا واللي كيقولوا لي شهاد الغيبة ما تبقيش تغيبي علينا. كنشكركم من أعماق قلبي يا أطيب خلق الله، شكرا لكم بزاف بزاف. ولهلاي حشمنا الله يجعل محبتنا دائما يا ربي، يعني محبة لله في لله. شكرا لكم بزاف بزاف. كيف ما عودتكم دائما، افكار اللي بسيطه غادي نتقاسمها معاكم. واليوم فكره كي شفتوا معايا في لامينياتور غزاله غزاله غزاله، انا متاكده ما كاينش شي واحد اللي ما غاديش تعجبو ويبغيها. غير يا ريت ما تنساوش اختكم وبنتكم اللايكاتكم، وشكرا لكم بزاف بزاف. ما نطولش عليكم حبيباتي اكثر، نمشيو نتعرفوا على حي اليوم، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. ونبداو على بركه الله ونقولوا بسم الله. يا ربي توفقني وتوفقكم حتى نتوما في الحياه ديالكم ان شاء الله. اول حاجه بغيت نبدا بها وهو تلبيه الطلب ديال واحد الاخت اللي قالت لي انا عندي قربه ولا قله ولا ما عرفش ولا القله، كل واحد وشنو كيسميها، اللي هي هذه. انا هذه ما ديوش لي عليها، راه شفتوا عندي هذيك الكبيره، هذيك الكبيره الفوم ديالها واسع، ولكن انا بغيت نطبق معكم هذه اللي الفوم ديالها ضيق، وما ديوش عليها، راه كان طاحت ليا وتهرست، تهرس لي الفوم ديالها وعززت عليا رميها. وشنو درتها؟ شديتها انا استغليتها، حطيتها في الجرده حدا الغرس ديالي كتزيين، يعني حطيتها هكا الطين، تتعرفوا الطين مع الغرس، هالقريبه حطيتها هكاك كديكور. المهم غادي نطبق الاخت الفكره اللي طلبتها مني على القريبه ديالها. هي قالت لي كيفاش ننظف القله من الداخل وهي عندها الفم ضيق. هو طبيعه الحال صعب انك تخشي يدك باش تنظفيها من الداخل. والنصيحه اللي بغيت نعطيكم اولا وهو اياكم ثم اياكم تنظفوا الطين بصفه عامه البنات. سبق لي وشاركت معكم الطاجين بانكم ما تنظفوهش بسائل غسل الاواني، اياكم. علاش؟ لان الطين كيكون مثقب، يعني فيه بحال شكل المسام اللي كتكون في الجلد ديالنا. هو ملي كتدخلي ليه السائل وكتبقاي تشبعيه رغوه وداك الشيء بالحلفه وداك الشيء، هذوك الحفيرات كيعمروا داك السائل، يعني الطين كيشرب ديك البنه ديال السائل. نهار اللي كديري فيها الماء اولا في الطاجين كطيبي فيه كتقولي راه فيه واحد المذاق ما عجبنيش، حتى القله من الداخل الا تشبعات بالسائل ديال غسل الاواني، نهار اللي غتعمريها بالماء غيجيك الطعم ديالو مغير وما غيعجبكش. لهذا احسن طريقه باش تنظفي الطاجين عطيتكم بانكم تنظفوه بالملحه، يعني بدل ما تغسلوه بالسائل. وهذه باش غادي تنظفوها، كتجيبوا القله ديالكم اللي عندكم من الفوم ديالها ضيق، وكتجيبي الحجر اللي كنقولوا ليه الكياس، هذا اللي كنبنيو به، غادي تعمريها بحال هكا. ها انا دخلته هنايا، واش غندير؟ غادي نكب عليه الماء، وديك الساعه غادي تشدي ليها فمها بيديك بحال هكا ولا غلقيها بشي حاجه ومخضي مزيان بحال هكا، مخضي 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 حتى تحسي بان هذاك الحجر يعني تسارى فيها كامل، يعني ما خلاش شي بلاصه في القله ما داش عليها الحجر. هذاك الاحتكاك اللي كيكون ما بين الحجر والطين كيغسلو بحال كيشدو كيفركو من الداخل، كيفرك الطين كيخليش فيه حتى شي حاجه. مهم مخضي هكا، عاودي العمليه جوج مرات، يعني كبي هذا فرغيه، زولي داك الماء، غادي تلقاي الماء مغير، يعني بحال مايل القهوي، بحال يعني بحال موسخ، ماشي بحال اللي درتيه في الاول. وعاودي العمليه جوج مرات ولا ثلاثه ولا حسب الرغبه ديالك، راه كتنظف من الداخل وكتولي كتشعل. ديك الساعه شليها مزيان وعمري القريبه ديالك وهانتي غسلتيها من الداخل بكل سهوله بلا ما تعذبي معاها. كنتمنى يا ربي هاد الفكره تكون عجباتكم، ولبيت الطلب ديال الاخت اللي طلبتها مني، ونمشيو ان شاء الله نشوفوا الفكره المواليه. الفكره المواليه اللي بغيت نتقاسم معكم البنات وهو فيما يخص المشطه اللي كنشريو ب 10 دريال ولا درهم. غالبا ما كاينش اللي ما كتوقعلوش هكا، وان يديها كطير كتولي بلا يدين وكتعذب البنات. كتعرفوا ملي كتكون بلا يدين كتعذب، انك كتشديها بحال هكا وتمشطي بها، خصك دائما تحكميها بحال هكا. المهم كتعذب شي شويه وما كنبغيوهاش يطر لها اليد. المهم الا طارت ليها اليد غادي نوريكم في واحد الحاجه زوينه تستغلوها بدل ما ترميوها، ما ترميوهاش غتخليوها لواحد الغرض، وهو فيما يخص الصابون. كتعرفوا بلي الصابون ملي كيقيس الماء مباشره كيبدا يذوب. غادي نوريكم حتى هذه شنو غديروا بها، ما ترميوهاش. ساعه
صافي من بعد ما كنزولوها بحال هكا، ملي كنبقاو نستعملوها قلنا الا حطيناها على هذيك الطويصه واخا هكا واخا فيها الثقوب، مع ذلك كنقولوا كتعجن الصابونه. احسن حاجه هو انك كتحطيها على هذه المشطه، هذه المشطه يعني حيت فيها هاد السنينات هادو كتسرب هذاك الماء اللي كينزل من الصابونه، وبالتالي ما كتخليهاش تبقى قابضه الصابون. كتحطيها بحال هكا، كتحطيها بحال هكا في الدوش ديالك يعني في الحمام. هذه تدبيره، غادي نرجع لهاد الورق اللي كيكون عندنا في وسط الصابون بحال هكا. هذا اياكم البنات ترميوه، كتكون فيه واحد الريحه غزاله غزاله، شموها وغادي غادي تستغلوه، كيبقى شاد ريحه مده طويله. ديروها البنات في وسط الملابس ديالكم، في الماريو ديالكم، طويوها بحال هكا وخشيوها تحت الحوايج، راه كتخلي ريحه زوينه في وسط الحوايج، حتى النهار اللي ما كتبقاش فيه الريحه راه كتزولوها كتلوحوها. كنتمنى يا ربي هذه الفكره بسيطه ولكن زوينه تنفعكم وتعجبكم، ونمشيو ان شاء الله نشوفوا الفكره المواليه. وهنا البنات الغزالات جيت معكم الفكره الرئيسيه ديال الفيديو ديال اليوم، واللي زوينه 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 بزاف، انا شخصيا عجباني بزاف بزاف، لان ما كاينش شي واحد في الدنيا ما كيبغيش الريحه الطيبه والريحه الزكيه والريحه اللي كتكون زوينه، يعني ما كاينش شي واحد اللي ما كيكونش كيبغيها. هنا عندي كمامه، حاجتي في كمامه وحاجتي في جوج عويدات في هادو اللي كيكونوا ديال لاكلاص. غادي ناخذ الكمامه هنا وغادي ناخذ المقص وغادي نفتحها شي شويه من الظهر ديالها بحال هكا. دابا هذه مالا مبغاش تبك هي اللي كيكونوا فيها جوج جيوبه، ها دابا عاد شديتها والله ما بغات تخرج. غادي نشدها من هنا وغادي نفتحها غير شي شويه غير شي شويه بالمقص بحال هكا. هنا نشرح لكم الفكره، عندي هنايا الفرفاره، وكتعرفوا حاجتنا اللي هي المروحه، كنقول الفرفاره حاجتنا بها في الصيف، يعني ملي كتكون الحراره واخا هي راه كتمرض. والنصيحه اللي كنبغي نقول لكم هو انكم اللي تخدموها دائما بعدوها عليكم، اولا ما تخليوهاش كضرب الريح مباشره يعني انفاس معكم، هزوا ليها هذا الفوق وخليوها تضرب في البلافون، باش كتضرب في الريح في البلافون كيرجع عندكم وكينزل لكم البروده، غير ما تعرضوش للبرد ليها مباشره قدامكم، غادي تمرضكم اكيد وكدير كتروح. هنا الفكره اللي بغيت نقول هو اننا ملي كنكونوا خدمين الفرفاره كنضربوا عصفورين بحجر، كنتبردوا وكنتريحوا، غادي تريحوا البيت ديالكم اولا الدار ديالكم ولا البلاصه فين نتوما جالسين واخدين راحتكم، وكتبردوا بريحه اللي كتكون غزاله، حتى اللي عندها الدار فيها الغموله اولا في شي بيت اللي ريحته كتدخلي كتشمي شي ريحه فيه ما كتعجبكش، غادي ان شاء الله تعالجي هذا الموضوع وغادي يعجبك. اشنو غتاخدي؟ غادي تاخدي اي معطر، سمعوني يا بنات، عندك معطر الملابس مرحبا، عندك معطر الارضيه مرحبا، عندك معطر الجو ها هو هذا راه فايت شاركتو معكم ملي كانت عنده بلاكسور كيدير 20 درهم البنات مرحبا، هذا كنرشو في الجو كيخلي الدار غزاله. ما عندكش هذا الشيء خدي اي بارفان كتستعمليه ولا ما كتبقيتيش كديريه ولا ريحته مجهده، مهم تصرفوا ما نخافش عليكم، اي معطر كتفضلوه. انا مثلا غادي ناخذ معطر الارضيه هذا كتعجبني ريحته ديال الحامض، ها هو غادي نديرو هنايا نغطس فيه هاد العويدات، ماشي بشرط ديرو جوج، بغيتو ديرو جوج ثلاثة أربعة شحال ما بغيتو، خليوه واحد المدة زمنية حتى كيتشرب، كتعرفوا الخشب كيشد الريحة، شدو خليوه عفوا حتى الخشب أنه كيتشبع بهاد البارفان ولا المعطر اللي درتو، وغادي ناخدهم هنا وغادي ندخلهم في هاد البلاصة هادي. الله ما نقولش لكم دابا البنات ريحها ملي كبيت هاد المعطر الارض ريحته كيفاش غزاله. وغادي نستغل هاد شويه هنا وغادي ناخذ شويه وغادي ندير قطرات، ماشي تفزقوها حتى تولي كتقطر، لا غير كنديوها بحال هكا كتاكدوا بانها فيها الريحه، واجيو تشوفوا شنو غادي نديروا البنات. غادي تجيو هنا المروحه ديالكم كيف حال هكذا، وغادي تجيو الكمامه وغديروا ليها حتى هي حتى المروحه نديروا لها الكمامه باش ما تمرضش حتى هي حال هكا البنات هكا. شفتوا الفكره معايا؟ غادي تعلقوها، ما كتعلقش عندكم ولا ما عندكمش فاش تكروشيوها، ربطوها بشي خيط من اللور، المهم تبارك الله غتصرفوا، انا عارفاكم تبارك الله ما شاء الله عليكم. صافي وغادي نخدموا الفرفاره ديالنا، ما حد هي كدور
وكتدفع داك الهواء اللي حيت هي الفرفاره ملي كتكون كتخدم راه كتجيب الهواء من اللور، يعني كتجيب الريح من الوراء، كتجيبه هنا وكتدور وكتدفعه لقدام. اذا ملي غادي تبقى الفرفاره خدامه كتدور كتضرب لينا في هاد الكمامه، كتضرب في هاد العويدات في المعطر. العويدات الغرض منهم هو انهم كيبقاو شادين لينا المعطر بمده طويله، بعكس من اننا كون ما درناهمش ودرناها غير في الكمامه، الكمامه بفعل الريح غادي تنشف بسرعه، غادي تنشف. العويدات لا، كيبقاو شادين فاسقين، شادين الريحه لمده اطول. كتضرب الريح في الكمامه وبالتالي كيدفع لك هذاك الريح كله تبارك الله معطر ويجيب ريحه غزاله على حسب النوعيه ديال المعطر اللي انتي درتي. النهار اللي كتبان لك انها نشفات راه ساهله، كتاخدي عاوتاني نفس العمليه، كتكبي غير شويه في هذا المعطر في هذه الكمامه وكتبقى معك دائما بهكذا، الريحه ما كتخطاكش من الدار ديالك، انت كتبردي وفي نفس الوقت يعني كتحسي بواحد الانتعاش، كتحسي بواحد الريحه غزاله كتشميها، كتساعدك هكا على الارتخاء، كتساعدك على ازاله التوتر. كتعرفوا الريحه الغزاله علاش؟ ملي كنشموها كنقولوا الله على ريحه يعني بلا ما نشعروا. هذا هو اللي كاين البنات، وكنتمنى يا ربي الفكره ككل تعجبكم، ويا ريت يا ريت يا ريت الا عجبتكم ما تنساوش اختكم وبنتكم اللي كتبغيكم وكتحماق عليكم كتحاول تجيب لكم كل ما هو يعني اي حاجه اكتشفتها جديده كنحاول نوصلها لكم ونتقاسمها معكم، يعني بحال كما كنقولوا كنقرب لكم البعيد. ان شاء الله مصاب هذه الافكار تكون عجباتكم، ومصاب كذلك نرجع ناكد على اللايك، الله يجزيكم بكل خير. كنتمنى يا ربي الفيديو بافكاره كلها تكون عجباتكم. لهنا الفيديو ديالنا غادي يسالي، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في امان الرحمن، والى اللقاء ان شاء الله مع وصفه اخرى، اقتراحات اخرى، وحيه اخرى، ومع ألف ألف سلامة.